ايضا على التليفون دكتور اسامه رستم، نائب رئيس غرفه صناعه الدواء. مساء الخير يا دكتور اسامه. مساء الخير يا فندم. من تحياتي للساده الضيوف. اهلا بحضرتك. من وجهه نظرك مين المسؤول عن ازمه نقص الدواء او نواقص الادويه؟ حضرتك دلوقتي اولا الوضع الحالي في السوق احسن من الاول بكثير. شركات كثيره بدات تنزل الادويه الناقصه. حضرتك عارف ان الزياده السعريه اللي تمت في يناير بتلزم الشركات انها تنزل الادويه سواء المربحه او المخسره، لان الزياده جت على جميع الادويه. فبالتالي الرصد في السوق، انا نزلت قابلت اكثر من صيدليه كلهم بيعترفوا ان فعلا في نواقص كثيره بدات تتوفر. طبعا في ادويه ثانيه بدات تنقص، وده شيء طبيعي. 2000 وشويه قالوا في عز الازمه كان في حوالي 1800 صنف ل 2000 صنف بالاسماء التجاريه ناقصه، وكان في حوالي 150 صنف اللي هم ما لهمش بدايل. النهارده تقريبا بنتكلم في حوالي 600 صنف في الاسماء التجاريه، من حوالي 30 ل 45 صنف اللي هي اخر حصر. يا دكتور اسامه، اخر حصر حضرتك حصرتوه امتى؟ حضرتك الحصر ده تم من حوالي حوالي 3 4 ايام عن طريق حضرتك الادويه اللي كانت عامله ازمات زي مشتقات الدم والادويه المستورده بدات تتوفر، المحاليل بدات تتوفر. انا في تقديري الشخصي ان بنهايه شهر ابريل او في نص مايو هتبقى معظم الادويه اللي هي كانت مش موجوده سوف تطرح. مساله نقص الاوراق ونقص الاحفار دي حاجه خاصه بالاستيراد بتاع مستلزمات الانتاج، وطبعا لما بيبقى المطابع ما عندهاش الورق او ما عندهاش الاحبار ده طبعا بيؤدي الى نقص في الدواء، لان الراجل مش قادر يعمل الطباعه بتاعت العلب بتاعه. طب يا دكتور اسامه، يعني الوعود اللي حضرتك بتتكلم عنها وبتشير اليها دي من يناير 7 ايام كان القرار مقرون 7 ايام، وسياده النقيب بيقول 7 ايام يعني القرار. لا يا حضرتك، مين اللي قال في يناير يا فندم؟ ازاي في يناير؟ ازاي القرار مش قرار الزياده كان في يناير؟ كان 12 يناير قرار الزياده في 12 يناير، ولكن هناك اليات لوجستيه في الاداره المركزيه لشؤون الصيدله انك بتخش لجنه تسعير وتطبع السعر ويتختم بالختم الرسمي نسر الرسمي ويتمضي وتستلمه عشان تنزل. لا 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 لا، التاخير ما تمش بسبب هذا السبب. التاخير تم لان حصل تاخير في عمليه اتخاذ القرار، ففي شركات كثيره من شهر يونيو تقريبا اصبحت نتيجه سعر الدولار وتعويم الدولار اصبحت غير قادره على انها تستورد الخامات، يا اما في نقص في الدولار يا اما الاسعار اصبحت مخسره. فده اللي ادى ان في طلبيات كثيره جدا من المواد الخام كان المفروض توصل المواعيد بتاعتها ما وصلتش، لان الشركات ما فتحتش الاعتمادات، وبالتالي بعد يناير الشركات بدات تنظم نفسها. طيب انت النهارده علشان تجيب ماده خام مش اقل من 3 شهور. ايوه يا دكتور اسامه، عفوا، يعني ما هو الوزير لما اجتمع وجاب رؤساء الشركات يعني بعد موضوع القرار دون وعدوا انه النواقص هتتحل او الازمه هتتحل في خلال اسبوع، يعني هذا لم يتم. هذا لم يحدث. حضرتك ما حدش وعد خلال اسبوع، لان اللوجيستيك ده دكتور محمد العماري اللي قايل ممكن يتم. يعني حضرتك انت موجود في الصحافه منطقيا يعني. منطقيا معالي الوزير قال ان هو توقع ان هو خلال يا دكتور اسامه، جميع رؤساء الشركات كانوا حاضرين هذا الاجتماع، والوزير قال لكم تعهدوا امام الناس، يعني والصحافه والاعلام اتكلمت عن هذا الموضوع. يعني ما يا فندم انا بكلم حضرتك اهو، انت ليه مش عايز تسمعني؟ لا اتفضل يا فندم. انا بكلم حضرتك لما تاخد القرار في 12 يناير يبقى من المستحيل ان احنا نوفر الادويه خلال اسبوع 10 ايام، لان اي صنف الماده الخام بتاعته غير متوفره في مخازن الشركه هتاخد من 3 شهور الى 3 شهور ونص اذا كانت متوفره عند المورد. وبالتالي احنا النهارده لما نيجي نقول هل الوضع النهارده في السوق هو نفس الوضع اللي كان موجود قبل يناير او بعد 12 يناير؟ لا، أسوأ. الاوضاع احسن بكثير. احسن من الاول بكثير. سياده النقيب بيقول أسوأ. لا يا فندم معلش، ما يعني في ادويه منع الحمل في السوق يا دكتور اسامه؟ يعني بقول لحضرتك اهو، انا بسال حضرتك بس، في ادويه منع الحمل في السوق؟ يا فندم انا بقول لحضرتك، هو انا بقول لك ان كل الادويه موجوده، وحضرتك انت ما تجيبليش صنف واحد وتقول لي لا مش موجود وبتقول لي انا عندي ازمه. يعني يبقى ساعتها يبقى عندك ازمه في هذا الكلاس من الادويه. دي كارثة. لكن هل
هل سعادة النقيب يعني قضية مانا حمد لا مش موجود؟ الأرقام اللي عنده هي نفس الأرقام اللي كانت موجودة لا يا دكتور أسامة، احنا بنقول فعلا إن في أدوية كتير نزلت وتوفرت، ولكن الحصر الفعلي اللي احنا قمنا بيه، احنا كنا في الأول وصلنا ل 2200 2300 صنف، الآن 1326. لا والله الحصر اللي احنا عملناه بالنسبة للأدوية اللي هي اولا ما لهاش بدائل ومسائل حوالي 45 صنف. الادويه ممكن يكون منها الادويه اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي هي حبوب منع الحمل، لكن ما نقدرش يعني اي حد منطقي واي حد يعني محايد لازم يعترف ان النهارده الادويه اللي في الصيدلات متوفره. دكتور اسامه، احنا الهدف الاساسي لحل او للتطرق لمشكله هي سرعه حلها. احنا للاسف احنا بقول لحضرتك من واقع الصيدليات وشركات التوزيع الحصر ده موجود عندنا. احنا يعني ممكن ابعت لحضرتك ونبعت للغرفه الاصناف بالاصناف اللي تم رصدها فعلي ومش موجوده في السوق. والله يا دكتور محي ابعتها لي واحنا هنبص فيها، لكن انا بقول لك الرصد اللي احنا عملناه اقل من الرقم اللي انت قلته. خلاص وحضرتك انت كمان متفق معايا، يعني انت متفق معايا لما كانوا 2200 صنف، انت متفق معايا ان الوضع الحالي النهارده احسن من الاول بكتير. طبعا اكيد، يعني بعض الاسعار زادت 100% وبعض زاد 50%. خلينا نسيب الاسعار على جنب دلوقتي. بنتكلم على دواء متوفر او غير متوفر، سيبك من السعر والتشوهات السعريه. الاثنين اوفر الصمت ويكون في متناول يد الجميع. الشركات ملتزمه وعندها تعليمات واضحه جدا ان الادويه اللي هي حتى ما زالت مقصره لابد من طرحها. فده دي حاجه الشركات كلها ما عندهاش اي مانع انها تطرح كمان مستحضرات. لكن بيحصل في حاجات لوجيستيك معينه، يعني انا النهارده عندي صنفين في الشركه، المورد بتاعي قفل. فطبعا انا عشان اجيب مورد ثاني واشتغل ده بياخد مني فتره طويله عشان اعمل كل الطلبات اللي الدكتور صح عايزها عشان اغير المورد. ده مش معناه ان الصنف ده انا كشركه مش عايز اطرحه، لا انا عايز اطرحه، بس في حاجات في اللوجيستيك لابد ان انا اراعيه عشان انزل الدواء طبقا لتعليمات الجي ام بي. دي جوده صناعه ما ينفعش ان احنا نعديها. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور اسامه رستم نائب رئيس غرفه صناعه الدواء. انا بس حابب